طب بعيدا عن الغيابات وبعيدا حتى عن النواحي الفنية ومدى جاهزية كل فريق، كابتن بادو خليني أخد رأيك في عاملين محددين، وهل من الممكن أن هم يكون ليهم تأثير في ترجيح كفة فريق على حساب فريق آخر ولا لا؟ العامل الأول هو تغيير الإدارة الفنية لكلا الفريقين. الأهلي قبل المواجهة بأيام قليلة استخدم موسيماني، والوداد استبدل جاريدو بميغيل جاموندي الأرجنتيني. النقطة الأولى. النقطة الثانية هي قدرة النادي الأهلي على حسم البطولة المحلية أيام برضو قليلة جدا قبل مواجهة الوداد. على العكس من ده لم ينجح الوداد في حسم البطولة المحلية. هل ترى أنه عاملين من النوع ده من الممكن أن هم يكون ليهم تأثير على نتيجة مباراة النهاردة؟ أظن بأن فريق الوداد إلى غير الطاقم التقني ديالو فهو كان في الصالح وكان في التوقيت المناسب، لأن رغم الحنكة ديال المدرب غاريدو فهو ما استطاعش يلقى التوليفة، ما استطاعش باش يمكن له يخلق فريق اللي كينتظرو جماهير الوداد وحصل على نتائج جد سلبية واللي خلاته يخلي المكانة الأولى لفريق الرجاء. مجيء المدرب غاموندي فهو عطى واحد انتعاش لفريق الوداد ورمم بعض الصفوف ديالو وخلاه يرجع شيئا ما ديك القوه اللي كنا كنعرفوا فيها فريق الوداد. لولا سوء الحظ وتضييع ضربه الجزاء اللي كانت في اكادير لكن الفريق يكون هو البطل، ولكن كتعرفوا كره القدم حتى هو الخطات كيلعب الدور ديالو. بالنسبه للفريق الاهلي فهو حصل على البطوله ثلاث دورات قبل النهائي ديال الموسم وغير الجيل ديالو، فكنظن بان فريق الاهلي ما كيحتاج باش يمكن لنا نقدمه، فهو فريق معروف بالالقاب، فريق كيعرف يجي لمباريات كبيره من هذا الحجم. ولكن كابتن بادو اسمح لي يعني موسيماني يمكن ما يميزه اكتر كمان بعيدا عن درايته وقراءته بالكره الافريقيه ومشاركته في اكتر من مناسبه في دوري الابطال، لكنه قارئ جيد ايضا لفريق الوداد على العكس من جاموندي اللي يمكن يعني ما لعبش مع النادي الاهلي وبالتالي مش مدرك قوي مقومات نادي بحجم النادي الاهلي نادي القرن الافريقي. الان بكل صراحه مع الوسائل التكنولوجيه والوسائل الان اللي متوفره لجميع المدربين في انحاء العالم اللي ولاو كيعتمدوا عليها، فالفرق كلها فهي ولات كتاب مكشوف لاي واحد. ما تنظنش غاموندي غايبه عليه قوه الفريق الاهلي وطريقه اللعب وطريقه ونقاط القوه ديالو. لهذا بالنسبه لي انا فتنظن الى الفريق الوداد قدر يلعب التشكيله تاعو.